مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج سؤال جريء. قبل أن أبدأ الحلقة أود أن أنبه المشاهدين الكرام أن حلقتنا لهذا اليوم هي حلقة مباشرة، رغم أننا سنعرض جزءا سجلناه من قبل مع ضيفنا، لكن الحلقة ككل هي حلقة مباشرة. سأأخذ المكالمات الهاتفية وسأتلقى أيضا الإيميلات كالعادة، لكن أعطوني بعض الوقت، يعني حوالي 45 دقيقة من بداية البرنامج سنبدأ في أخذ المكالمات. هذه الحلقة سأعتبرها حلقة تاريخية في تاريخ قناة الحياة، في تاريخ البرنامج، في تاريخ المملكة العربية السعودية، بل في تاريخ العالم الإسلامي كله. لماذا؟ لأن ضيفنا لهذا اليوم ضيف مختلف عن كل ضيوف سؤال جريء. صحيح أن كل ضيوفنا شجعان، لكن ضيف اليوم أشجعهم على الإطلاق. صحيح أن ضيوفنا أكثرهم عابرين، لكن أن تكون عابرا وتتواجد بالمملكة العربية السعودية وتظهر باسمك الكامل وبصوتك وبصورتك شيء لم أعهده أبدا طيلة تقديمي لهذا البرنامج. من هو ضيفي؟ ضيفي كان مجرد طيف على الإنترنت، على الأقل بالنسبة لي. سمعت باسمه منذ حوالي سنتين أو أكثر، حمود بن صالح العمري. لو كتب أي شخص هذا الاسم على النت سيجد بعض المسلمين يقولون أن هذا الاسم لا وجود له، وبعضهم يقول أن حمود بن صالح يتبرأ من تهمة تنصره، مثل هذه الصحيفة السعودية التي تقول أعلن السعودي حمود بن صالح العمري براءته من النصرانية، براءة الذئب من دم يوسف. كما أن هناك مدونة كانت باسمه تحمل اسم مسيحي سعودي، لكن بسبب شح أخباره وقلة المصادر التي يمكن أن نسألها عنه لم نستطع أن نعلن أي خبر بخصوصه، لا بالنفي ولا بالتأكيد. لكن بعد أن وضع مقاطع على اليوتيوب وعلى موقع المسيح الحر باسمه، تأكدنا أن الأخبار بشأن اعتناقه للمسيحية هي أخبار صحيحة 100%. واليوم هو على برنامجنا يشارك اختباره بالصوت والصورة والاسم الكامل من قلب السعودية، وسيكون معي أيضا على الهاتف بعد قليل ليرد على أسئلة المشاهدين. وأعتقد أنه ممكن يعطينا تحية الآن لو تسمعني الأخ حمود. أهلا وسهلا أخي الكريم، أحييك وحيي جميع الأخوة مشاهدي قناة الحياة. أشكرك. وإن شاء ربنا أكون سبب في أنه ربنا ينير بعض أفئدة الناس في السعودية. أشكرك أخي حمود وحيي فيك شجاعتك، وحنشاهد بعد شوية الفيديو ونتصل بك حتى تجيب على أسئلة المشاهدين. فأنا أشجعكم أن تتصلوا بنا، تبعثوا أسئلتكم إلينا عبر الإيميل لكي نطرحها على الأخ حمود بن صالح. وأترككم الآن مع هذا الاختبار الرائع. مرحبا مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سؤال جريء، وحلقة اليوم هي حلقة خاصة ومميزة لأننا سنسمع فيها اختبار أخ عابر من المملكة العربية السعودية لأول مرة على سؤال جريء. الأخ من السعودية اسمه الأخ حمود بن صالح. أتمنى الأخ حمود تكون سمعني، وأهلا ومرحبا بك في برنامج سؤال جريء. أهلا وسهلا أخي رشيد. نعم سامعك، وسلام ربنا معكم ومع جميع الأخوة المشاهدين. الأخ حمود، أولا أنا أذكر المشاهدين أن الأخ حمود يشارك الآن مباشرة من المملكة العربية السعودية، صحيح الأخ حمود؟ صحيح أخي رشيد. نعم. طيب أنا عايز أعرف بداية شيء عنك، مين هو الأخ حمود؟ بالنسبة لي شخص مواطن سعودي عادي من خلفية مسلمة سنية، ما أعرف إذا يهمكم يعني خلفية العلمية. كنت أدرس الحقيقة في أحد الجامعات العربية ذات الوقت الذي تعرفت به على السيد المسيح. قطعت دراستي حينها وتقدمت بطلب اللجوء، أظن القصة طويلة لا أتصور. طيب أنا حمشي معك شوية شوية عشان المشاهدين يقدروا يتابعوا معنا. بالأول الأخ حمود، أنت سعودي الجنسية ومقيم حاليا بالسعودية؟
نعم صحيح أخي رشيد. وعمرك لو قدرنا نعرفه أو حاجات عنك الأسرية، أنت كم في الأسرة وأسرتك وحاجات زي كده؟ حقيقة أنا عمري الآن 31 سنة، من أسرة مكونة من أب وأم وثمانية أفراد، 4 بنات وأربع بنين. نعم. وأنت الأكبر الأصغر في الوسط، إيه ترتيبك في العيلة؟ لا الحقيقة في الوسط أنا. في الوسط. طيب اللي عايز أعرفه، يعني درست الإسلام وكبرت كمسلم لحد سن كام تقريبا؟ طبيعي هنا يعني في السعودية مناهج التعليم تحوي كم مكثف من دراسة الشريعة الإسلامية. حصيلة أي سعودي تكون جيدة قياسا في الأفراد من بقية المجتمعات الإسلامية بالدين الإسلامي. نعم. فكبرت كأي مسلم سعودي مطبق للإسلام، لكن عايز أعرف لحد إمتى يعني وأنت مسلم؟ إلى حد أخي رشيد أنت وجهت لدولة عربية مجاورة للدراسة. كان سنك أديها كام يعني؟ تقريبا تعرفت على السيد المسيح وأنا في عمر 23. 23 يعني منذ 8 سنوات الآن؟ نعم. طيب اللي عايز أعرفه، هل كنت مطبق للإسلام؟ يعني بتصلي بتصوم، وهل حجيت وعملت عمرة مثلا، كل الحاجات دي؟ طبيعي طبيعي، يعني المناسك الإسلامية كلها طبقتها. وهل عائلتك محافظة في السعودية أم هم إلى حد ما عائلة يعني متوسطة في الدين؟ لا محافظة ومتدينة. متدينة. هل كنت يعني في عائلتك في مربين دقون ومنقبات وحاجة زي كده؟ الحقيقة النقاب يعني هو السائد هنا في السعودية، فطبعا يعني أفراد أسرتي الإناث منهم منقبات، لكن ما كان يعني في ذاك التعصب، وان كانت يعني أسرة بالإجمال محافظة. نعم. طيب إيه اللي خلاك يعني تروح لبلد عربي مجاور؟ وقتها يعني كان في فرصة أن يدرس بالسعودية، لكن كنت يعني كان فيه يسر مادي شوي، ففضلت أني أدرس وأن كان في بلد عربي، لكن برضو أن يطلع على ثقافة جديدة ونمط معيشة جديد، وأيضا لأنعم بالحرية. أنا من صغري يعني كنت أهوى القراءة، وكان في السعودية يعني قائمة ممنوعات في النشر كبيرة جدا، يعني فوق ما تتخيل أخي رشيد. نعم. الآن فرج الوقت، فرج الأمر قليلا، لكن حينها يعني كان تقريبا يعني كل إصدارات فكرية أو كلها ممنوعة في السعودية. فحبيت أنك تتمتع بحرية فكرية أكبر وتدرس في ثقافة مغايرة، فطلبت تدرس برا السعودية. صحيح. طيب إيه اللي حصل حد ما ابتديت تكتشف أشياء عن ديانة تانية مثلا؟ هنا أخي رشيد حيث نشأت بالسعودية التي تحكم بالإسلام وتجعل من القرآن دستورا لها، كنت من صغري تدور في بخيلتي تساؤلات عما أرى من تجليات لأحكام الشريعة الإسلامية التي اكتشفت بما وضع الله بفؤادي من نور أهتدي به للحق، أنها لا تقيم عدل ولا تصون كرامة الإنسان. وأنا آسف هنا وأعتذر من الأخوة المشاهدين المسلمين إذا في كلامي إساءة لهم أو لدينهم أو لنبيهم. أنا لكن الحقيقة جارحة دائما يا أخ حمود، يعني نقول الحق بحب واحترام لكن الحقيقة جارحة. صحيح صحيح أخي رشيد، لكن وضع أنا كمتنصر يعني لابد أني أعرف تجربتي، ولا يعني شخصيا لا أرغب نهائيا بالإساءة للإسلام أو للإخوة المسلمين. لكن أنا أقدر يعني فيك شيء أخ حمود، أنك شجاع وتقول اختبارك الآن من قلب السعودية، وبصراحة أنا أول مرة أشوف حد شجاع زيك. ربنا هو اللي مقوينا أخي رشيد. أشكرك. طيب إيه اللي هل كان في أسئلة قبل ما تمشي للبلد العربي الجديد ده؟ هل كان في تساؤلات؟ أشرت إشارة بسيطة إلى أنه شفت أحكام الشريعة تطبق، هل رأيت مثلا الجلد أمام عينيك والقصاص والقطع اليد أو أشياء من هذا القبيل في السعودية نفسها؟ نعم أخي رشيد، يعني وقتها كان في مكان هنا في الرياض اسمه الصفا. نعم.
وجرت العادة من كل جمعة يتم تنفيذ حد القتل بجز العنق بالسيف في أناس جرت العادة أيضا للأسف أنهم من الفقراء والضعفاء فقط. هل هذا أثر في نفسك؟ نعم أثر جدا، وفي ظواهر كثير أخي رشيد، يعني ما كان موضوع حكاية قصاص من الضعفاء وفقراء، لكن يعني بالإجمال الشريعة الإسلامية اكتشفت أنها يعني مجرد تبرير لظلم أناس لأناس آخرين ولضمان امتيازات لأناس دون أناس آخرين. نعم. زي ما قلت لك. وهل هذا ولد في قلبك أسئلة كثيرة أم ماذا؟ نعم نعم كثيرة يا رشيد. لكن ما كنت بتدور على دين تاني، يعني كان عندك أسئلة بدون أجوبة لكن ما كنت تدور على حل أو بديل؟ نعم أنا في دور السعودية كنت أتساءل يعني هل هذا ما يريده الله، هل هذه شريعة الله؟ دائما أخي رشيد حتى عبر وسائل الإعلام كانوا يخبرونا أننا محسودين من قبل كل العالم على إسلامنا وتحكيم بتحكيم المملكة للشريعة. صح. بل أنا أخي رشيد عندما كنت أقرأ في الصحف هنا التي كان يجلبها والدي معه عند عودته من العمل، أقرأ مثلا تفاصيل خبر لجريمة جنائية حدثت في أمريكا أو الصين مثلا، نعم. الصحف السعودية غالبا كانت تضع لأي خبر عن جريمة في مجتمع غير مسلم عنوان رئيسيا لها بين قوسين في مجتمع حرم من نعمة الإسلام. عن جرائم مشابهة تحدث في السعودية، يعني مثلا في مجتمع حرم من نعمة الإسلام زوج أمريكي يقتل زوجته. نعم. لاحظ يعني هذه الجرائم تحدث في السعودية وفي أي مكان آخر. نعم. هذا خداع وزيف ولا يزكي الإسلام. طيب لما خلينا نتابع القصة، لما طلعت للبلد العربي إيه اللي حصل؟ يعني الظواهر هذه اكتشفت أنها ليست من الله الحقيقي. يعني مثلا أخي رشيد في مجتمع يعيش تحت حكم إسلامي مثل السعودية تجد أن الإسلام مجرد تبرير كما قلت لظلم أقلية صغيرة لأغلبية كبيرة، يوفر حماية لهذه الأقلية ويقمع الأكثرية ويمنعها من نيل العدالة والسعي لتغيير كل وضع ظالم بشكل لا يحدث بأي مجتمع آخر. الناس هنا أخي رشيد أيضا يعني كنت أسمع لماذا في لما كنت أقرأ في الصحف مثلا كنت أستغرب لماذا في البلد الفلاني هناك ممثلين للشعب في البرلمانات، في السعودية لا يوجد هذا الشيء، لا توجد أحزاب أو نقابات. لأن هذا ليس جزء من نظام الشورى في الإسلام، نظام الشورى مختلف تماما عن الشكل الغربي للديمقراطية. صحيح أهل الحل والعقد يسمونهم، يعني نحن هنا مجرد رعاية لا مواطنين. طب خلينا أنتقل معليش لأنه أنا أريد أن يتابعنا المشاهد في رحلة اختبارك. دلوقتي أنت طلعت من السعودية لبلد عربي مجاور، اتفتحت لك أفاق أخرى، كان عندك أسئلة في السعودية عن الشريعة الإسلامية لم تجد لها أجوبة، أو خلينا نقول أشياء محيرة، يعني هل هذا ما يريده الله منا؟ لكن ذهبت إلى بلد مجاور، أريد أن أعرف إيه اللي حصل كتطورات في فكرك، في عقيدتك، في مشاعرك الروحية، في كل شيء في حياتك. يعني أول ما لفت نظري في البلد المجاور كما قلت لك أخي رشيد هنا الناس مجردون من أي حقوق سياسية أو مدنية، وكانوا يعني ضمن الأديبيات الإسلامية يخبرون أن الديمقراطية كفر. هنا لا يوجد تكافؤ في الفرص في السعودية، أي مفهوم من المفاهيم التي تقوم عليها الدول الحديثة لا وجود له، والقاضي دائما حكم لصالح الأمير أو من هو من مناطق معينة محظية كمنطقة القصيم أو منطقة سدير مثلا. حتى عقود المقاولات الكبرى توهب لشركات يملكها متنكبين ليست عن طريق مناقصات كسائر بلاد العالمين، الأمراء يقتطعون الأراضي لهم ولأقلية محظية. الواقع أن القضاء الإسلامي أيضا الذي صموا أذاننا بعدله هنا مجحف جدا حتى بشهادة منظمات حقوقية عالمية، يعني وآسف في التعبير لو أسأت لشعبنا. بعد تجربتي خارج السعودية وذهابي لهذا المجتمع العربي يعني أحسست أن وضعنا هنا كشعب يرزح تحت حكم الإسلام، يعني اكتشفت أن الشعب أستطيع القول أنه اكتسب طبيعة العبيد. يعني الناس هنا يخشون الأفراد الأسرة الحاكمة ويقدسونهم ولا يطمحون بأي تغيير. يعني
الإسلام استشعر أنه أداة إيديولوجية وفكرية لإخضاع الشعب. لكن لماذا حملت الإسلام هذه المسؤولية؟ لماذا يكون فقط أنه الناس استغلوا الدين واستخدموه لصالحهم؟ لماذا تلوم الإسلام على هذا النمط من الحكم؟ هناك نفس الشيء، الأديان عموما أخي رشيد يتم استغلالها من قبل البعض، لكن نحن في الإسلام نجد أن هذا شيء من صميم الإسلام. ومن هناك يعني توجيهات في القرآن وفي ما يسمى السنة والحديث تدعم رضوخ الناس لما يسمى ولاة الأمر. مثلا الحديث الذي يقول اسمع وأطع ولو جلد ظهرك أو سرق مالك. أيضا الحديث الآخر الذي فيه نوع من العنصرية أيضا يقول أطيعوا واسمعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا شيء يعني من صميم الإسلام، الرضوخ للطغاة، يعني الطاعة العمياء من غير مساءلة من غير أي شيء نهائيا. يعني الحاكم أو ولي الأمر يكون إله. وطبعا لما اطلعت على التاريخ اللي هو الواعظ الأكبر وجدت أن كل خلفاء الإسلام على هذا النهج. فلما دهرت لبلد عربي مجاور اكتشفت أنه حالهم أحسن وهناك ديمقراطية وهناك أشياء أفضل. نعم، حتى على الصعيد المادي يعني الديمقراطية. أيضا هذا البلد كان فقير في مقدراته، لكن شعبه يعيش بشكل يعني برفاه مادي نسبي. نعم. يعني حين كان دخل فرد هناك مقارب لدخل فرد السعودية، رغم أن السعودية يعني أكبر مصدر للنفط في العالم. صح. فهذا يعني ضريبة الفساد، الفساد أتى من الحكم بالإسلام. نعم. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ أهو أنت اكتشفت أنه في متناقضات، بلد ديمقراطي عربي نوعا ما فيه الحرية أفضل من باقي البلدان العربية، وبلدك السعودية اللي بتطبق الحكم الإسلامي ما فيهاش حرية وفيها عبودية الناس للحاكم. طيب إيه النقطة الثانية اللي خلتك تتحول في فكرك وفي عقيدتك؟ أخي رشيد، أنا يعني أكثر نقطة كانت تثير حساسيتي أو إنسانيتي، عشان الدقة في التعبير، كنت من صغري لما أتوجه للجامع أسمع أئمة الجامع يدعون على اليهود والنصارى وكل الكفار بدون تمييز بالهلاك، قائلين الدعاء المشهور اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم، إلى آخر هذه الأدعية المعلومة. هذا الأمر بالنسبة لي، هذا الأمر عموما يعني كان شائع لسنوات قليلة، الآن في السعودية انحسر قليلا فعل حرب العالم على الإرهاب. نعم. حتى إمام الحرم أخي رشيد كان بعد انتهاء صلاة الجمعة في الحج يقول هذا الدعاء ويردد خلف الملك السعودي وزعماء العالم الإسلامي الذين كانوا يحضرون. نعم. في مكة. نعم. وهذا الأمر تغير الآن، هل الأمر تغير؟ نسبيا لازلت يعني الآن تسمع أحيانا عبر ميكروفونات بعض المساجد، لكن مش بسبب أنه الإسلام تغير فكره، لكن بسبب أنه العالم الآن كله يشاهد. نعم نعم، أنا أخي رشيد دائما يعني إذا رأيت ظاهرة أقول هل هي في إطار فهم هؤلاء الناس المسلمين الخاطئ للإسلام أنها من صميم الإسلام. يعني مثلا هذا الدعاء على الكفار بسبي نسائهم وتيتيم أطفالهم. نعم. وجدت له أصل، يعني هناك كثير حديث في عن الرسول محمد. نعم. تأمر بهذا الشيء، كان يقنت وكان يلعن قبائل عربية باسمها يعني في دعائه. صحيح صحيح صحيح، الحديث يعني مشهورة في هذا الباب. نعم. وكثيرة. يعني الخلاصة التي وصلت لها أن الإسلام كان يقول لي يا حمود لا يجب أن تحب بل يجب أن تكره، والآخر المختلف هو عدوك يجب أن تقتله أو يقتلك. هذه الخلاصة اللي يعني توصلت لها في وأنت مسلم. نعم نعم، كان العالم أخي رشيد خارج دائرة الإسلام الذي أعيش فيه يصور لي كأنه شر مطلق، والبشر كلهم أشرار وأعداء ليسوا على ملتنا، يستحقون الموت، يجيش النظام شعبنا أخي رشيد كله لقتالهم والانتقام منهم في يوم قريب موجود، لا تعلم هذا اليوم متى سيكون،
ولا تعلم طيب لماذا. اكتشفت أنه الإسلام بت في روحك كمسلم العداء والكراهية لكل من هو غير مسلم. طب إيه اللي أخذته كخطوة حتى تكتشف أشياء تانية يعني أو بدائل تانية؟ هو الحقيقة يعني ليس فقط أخي رشيد هذا مثل هذه الأدعية التي تثير حفيظ أو تثير إنسانيتي يعني نقمتي على هذه الأفعال، بل حتى كانوا في مشايخ مثلا يسعدون ويهنئون بعضهم البعض بكارثة كاترينا مثلا يعني. بماذا؟ أنا ما سمعتش كويس. كارثة كاترينا أيوة اللي حصلت في أمريكا. في أمريكا وحتى أي يعني مصيبة تحل في أناس بؤساء أبرياء يفرحون بها. وجدت من الطبيعة الإنسانية مثلما فرحوا ب 11 سبتمبر يعني في مسلمين صحيح. كثيرين فرحوا بهذا الأمر. صحيح أخي رشيد، يعني الطبيعة الإنسانية ترفض هذا الكلام، لماذا نصب الآخر العدالة مجرد اختلافه عني؟ وجدت أن هناك أخي رشيد مسيحيين قتلوا دفاعا عن المسلمين والحق في البوسنة وغيرها. وجدت هناك مسيحيين في الغرب والشرق يتظاهرون في سبيل قضايا مسلمين عادلة أو يتصور أنها عادلة. هناك مسيحيين وكفار اخترعوا الأدوية. الواقع أن جل المسيحيين واليهود والكفار الذين كنت أسمع الدعاء عليهم بالجوامع لا يأمرون الشر لأحد، بل قدموا الكثير مما هو مفيد للبشرية على صعيد صناعة الدواء أو التقدم العلمي لكل المجالات. فهؤلاء هم من جعل حياتنا أسهل وأجمل وأكثر رفاه. في ذلك البلد أخي رشيد مسكت الكتاب المقدس لأول مرة. وطب إيه اللي خلاك تدور على كتاب مقدس؟ هل بالصدفة؟ هل طلبته من شخص؟ هل حسيت أنه الحد نصحك؟ إيه اللي حصل؟ بالضبط أخي رشيد، كان لي زميل يعني مسيحي. كنت أشعر خلال حديثي معه أن يعني الحب، أنا لا أعرف شيء اسمه حب يعني بما أني يعني نشأت نشأة إسلامية هنا وتم تلقين الإسلام عبر المناهج السعودية، لم أسمع في المحبة يعني حب البشر حب الآخر. لكن سمعنا كمسلمين الحب في الله والبغض في الله، يعني تحب أخاك المسلم. صحيح، الحب في الله والبغض في الله فقط لا غير، يعني لا نتكلم عن الآخر الآن، إحنا في إطار الآخر. هذا الآخر سواء مجرم أو بريء كيف رؤية الشريعة له. عبر هذا الأخ مسكت الكتاب المقدس، اكتشفت أيضا يعني بعض الكتيبات أو الكتب التي تقارن ما بين تعاليم المسيح والتعاليم المسيحية والتعاليم الإسلامية. خليني أسألك أخ حمود، ما خفتش أول الأمر من الكتاب المقدس؟ لأنه بيكون عندنا نفور بحكم التربية اللي تلقيناها في الإسلام، بيكون عندك نفور من كتاب الآخر، فهل كان سهل عليك تتعامل مع الكتاب المقدس؟ أبدا ما كان سهل علي نهائيا يعني، وكاني مقدم على لا أعرف كيف أوصف شعوري. بيخلوك تحس وكأنك حترتكب ذنب يعني لما تمسكه وتقرأ. صحيح، أنا الخنزير البائس يعني، هذا الحيوان ما زلت يعني أكرهه رغم التنصر الآن، لا زلت يعني لأنه زرع فيك هذا الأمر من الصغر. نعم، زرع في منصوري. أكيد الله يعني شد على يدي وساعدني في البداية. طيب خلينا الآن الكتاب المقدس بين يديك وقرأت كتيبات وقارن ما بين تعاليم المسيح وتعاليم الإسلام، طيب إيه اللي حصل؟ اكتشفت أخي رشيد أن المسيح محبة ورحمة يعني لدرجة أنه يطلب مني أن أصلي أن نصلي من أجل أعدائنا وأن نحبهم لكي نشابه الله الحقيقي في محبته للبشر. الله يحب كل البشر مسلمهم ومسيحيهم ويهوديهم. كانت هذه فكرة جديدة بالنسبة لك؟ جديدة جدا يعني، ولا ما كنت أتخيل، لا أعلم يعني هذه المسيحية اللي كانوا يدعون على أتباعها من يؤمن بهذه التعاليم كانوا يصورون لنا كوحوش. اكتشفت أيضا أن تعاليم المسيح لا تقر أي عمل وحشي يقوم به مسيحي ضد غير مسيحيين. من هنا بدأت البحث أخي رشيد. طب إيه هل ابتدأت
تبحث في الكتاب المقدس وتقارن ما بينه وبين القرآن، أم أكملت البحث فقط في التعمق في العقائد المسيحية؟ نعم، أنا زي ما قلت لك الآن يعني على تعاليم السيد المسيح على النقيض تماما من تعاليم الإسلام. كما قلت لك مثلا مكتوب في إنجيل مرقس أخي رشيد: وما توقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات. نعم. يعني هذه المحبة لا أتصور أبدا أني كنت سأسمع من كنت سأقرأ في أي مرجع إسلامي مثل هذا الشيء، وكنت سوف أسمع من أي شيخ مسلم مثل هذا الشيء. نعم. تعانون من قسوة عدوكم تذكروا قول الرب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهذا هل لمس قلبك وحسيت أنه هذا هو الكلام اللي أنا محتاجه كمسلم؟ بالضبط. يعني بعد اطلاعي على الكتاب المقدس وبعد استيعابي لتعاليم السيد المسيح قلت هذا هو الله الحقيقي. وهل هل هل في حد ساعدك يشرح لك مثلا بعض الآيات وبعض الأمور؟ الحقيقة الأخ المسيح يعني ما كان متمكن جيدا في اللهو حينها. لا على خير رشيد اعتمدت يعني على قراءتي الشخصية واطلاعي الشخصي حينها. نعم. لكن يعني هو من رب يباركه، هو من يعني تمكن، هو من وضع قدمي على الطريق. طب ايه اللي التطورات اللي حصلت بعد كده؟ هل صرت مسيحي، قبلت المسيح مباشرة، ام صرت تتساءل عن بعض العقائد مثل لماذا يؤمن المسيحيون بإله مثلث الوحدانية، ولماذا يؤمنون بالمسيح أنه صلب، وإيه معنى الكفارة؟ هل تساءلت عن هذه الأمور؟ نعم تساءلت عنها أخي رشيد وقرأت عنها واستوعبتها واتخذت قراري بعدها بالإيمان بالسيد المسيح وقطعت دراستي حينها وتقدمت باللجوء. ليه تقدمت باللجوء؟ هل كنت عارف انه ستتعرض للخطر، ام ايه اللي خلاك تتقدم باللجوء؟ اولا اخي رشيد طبعا يعني حينها انا لا اعلم كيف مشت الامور معي هنا، لكن حينها طبعا عودتي للسعوديه يعني اعلاني في السعوديه عن تنصر كان يعني شيء واحد اللي هو الرده او القتل من قبل النظام او من قبل المجتمع، فكان لابد انك تحمي تحاول تجد حمايه لنفسك. نعم، وايضا كنت ارغب في دراسه اللاهوت وهذه رغبه تراودني الى هذا اليوم. تريد ان تتعمق في اللاهوت. نعم. طيب خليني ارجع لاختبارك الشخصي. في حتى انا اختبرتها كمتنصر او كعابر مثلك، مفهوم الخطيه ومفهوم الذنب ومفهوم التوبه وقبول المسيح كمخلص مفهوم غائب في الاسلام تماما. فهل احسست بانك مذنب تحتاج الى غفران ربنا وان الطريق الوحيد لهذا الغفران هو المسيح؟ يعني انا بلاحظ هذه تغيب في العقيده الاسلاميه، لا ندرك حجم قداسة الله وحجم خطية الإنسان. نعم أخي رشيد، الغفران في الإسلام لا يوجد غفران، الغفران بعد القصاص، يعني يجز رأسك أولا ثم بعد ذلك يغفر لك الله أو لا يغفر إذا شاء. نعم. لا الفكرة اللي عايز أوصل لها أخ حمود، هل ركعت أمام المسيح وسلمت حياتك واعترفت بذنوبك قدامه وقبلته كمخلص، أم كان مجرد اقتناع عقلي لا علاقة له بالقلب تماما؟ لا قبلته كمخلص أخي رشيد، ودخلنا في معاناة أخرى طويلة ولا زلت إلى الآن، وأتمنى أن تتاح لي دراسة اللاهوت بشكل أعمق لكي أجد المزيد من الإجابات للمزيد من الأسئلة التي تقفز للذهن عن تأمل الواقع. نعم. طيب خليني أنا أريد أن أتابع معك اختبارك، وأعتقد المشاهدين أيضا سيريدون أن يعرفوا الأكثر عنك. بعد طلبك للجوء إيه اللي حصل؟ تقدمت كما قلت في اللجوء بعد قطع دراستي بنية اللجوء لبلد أوروبي لأشعر بالأمان كمتنصر ولأدرس اللاهوت وأعيش هناك كمسيحي بأمان. هذا لم يحدث للأسف كما أسلفت،
وتمت استعادتي للسعودية، وعشت مشقة طويلة كعميل للزنازين هنا، وتحت عيون رجال مباحث ومراقبتهم في الأوقات التي أكون فيها خارج السجن. وقد يكون أخي رشيد جلبي إلى هنا من قبل النظام أمر جيد، نعم. مكن لفعل الروح القدس بي، وسيمكن للكنيسة هنا. هل أرجعوك رغما عن إرادتك للسعودية؟ نعم أخي رشيد، أرجعوني رغما عن إرادتي. إيه اللي الأحداث اللي حصلت بعد كده؟ هل تم اضطهادك؟ هل تم سجنك؟ هل تم تعذيبك؟ وشارك بالأمور اللي تستطيع أن تشارك بها على الهواء. نعم، عذبت وارهبت، ولا زال إلى هذا اليوم أخي رشيد يمارس علي إرهاب، ولكني ساعر في هذا الطريق لن أعود عنه نهائيا. كم هي المدة اللي تم سجنك فيها بعد أن تم إرجاعك؟ كنت أسجن بشكل متقطع يعني الآن أربع مرات، ولكن أخي رشيد كل مرة كنت أسجن فيها كنت أخرج من فترة من السجن أقوى وأكثر إصرار على إعلان إيماني، والآن نعم. الآن على أيضا على انتزاع حقي كمسيحي. كيف قبلتك العائلة؟ هل العائلة أيضا وصلها الخبر؟ نعم وصلها الخبر، وهذا ضريبة يعني لإيماني، وكنت مدرك أن هذا الشيء سيحصل. كيف كان تقبل العائلة لوضعك؟ طبعا الآن يعني تقريبا ما في علاقة بيني وبينهم، عايش بمفردي. هل تم تهديدك بالقتل سواء من السلطات أم من الأشخاص العاديين في مجتمعك السعودي؟ تم تهديد بالقتل من قبل السلطات فقط. نعم. ولماذا أطلق سراحك؟ أنا اللي مش فاهم إزاي أطلق سراحك وأنت الآن معنا على الهواء في حوار، إزاي السلطات السعودية سبتك؟ أنا ما أعرف يعني، نشرت تقرير أخي رشيد المرة اللي فاتت ذكرت فيه كل التفاصيل اللي حدثت معي. نعم. لا أعلم، أنا جاني تهديد منهم، وأتصور أنهم لن يكونوا راضين أبداً عن هذا اللقاء الذي يجري معك. أنا متأكد. ولا أعلم حقيقة ماذا سيتم. نعم. يعني خليني أسأل، أنا جاي لأمور كثيرة، لأنه حياتك أخ حمود، وزي أنا كنت متابع قصتك في مواقع لمنظمات إنسانية، كانت تذكر بأنه في شخص محتجز لدى السلطات السعودية باسم حمود بن صالح، لكن بالمقابل كان المسلمون يطعنون ويقولون لا وجود لشخص بهذا الاسم إطلاقا، ولا يوجد شخص متنصر في السعودية محجوز لدى السلطات. فإيه ردك على التكذيب وعلى هذه الأمور؟ هذا أنا حمود بن صالح الآن معك أخي رشيد، وأنا ذكرت هذه الجزئية يعني. هل أنت نفس الشخص اللي كان عندك مدونة على النت باسم حمود بن صالح؟ نعم بالضبط أخي رشيد. وتم حذف المدونة بعد أن احتجزت لدى السلطات؟ المدونة الحقيقة حذفتها أنا، وصلني حينها رسالة من شخص متنصر. نعم. لا أعلم حقيقة يعني طبيعة شخصيته بالضبط، إنما حينها قال لي توجه إلى الجوازات، السلطات السعودية سمحت لك بالسفر، وحدك المدونة لسلامتك. قد يكون النظام السعودي حينها أعطى جهة حقوقية معينة وعد بإطلاق بالسماح لي بالسفر، فبالفعل حذفت المدونة وتوجهت الجوازات، لكن عوضا عن أن أسافر تم اعتقالي. أعلم لو ماني عارف يهم الأخوة المشاهدين هذا، لكن لو ما كنت لو يعني إذا ما كنت قرأت التقرير، فاللي حصل إني لما توجهت للجوازات بنية إصدار جواز سفر لي لكي أسافر، أخبروني بوجوب إحضار جواز سفري القديم. جواز سفر القديم محتجز في سجن الحائر، حيث كنت مسجون. أول مرة أتوا بها من خارج المملكة، ذهبت لسجن الحائر فاعتقلوني هنالك. طيب كيف استطعت التبات أخ حمود؟ يعني لو شخص مثلك وسط هذه الظروف، أنت الآن حتى أصف للمشاهدين، أنت الآن مطارد من طرف السلطات، غير مقبول من طرف أهلك، تعيش وضعية صعبة لمدة كم سنة تقريبا؟ 7 سنوات. لمدة 7 سنوات تعيش في وضعية صعبة، سجنت 4 مرات وأطلق سراحك بين الفينة والأخرى، ومع ذلك الآن تتحدث إلينا، كيف استطعت التبات في ظل هذه الظروف؟ منذ أصبحت مسيحي يا قرشيد أشياء كثيرة تغيرت في حياتي،
يعني الآن بالرغم من كل الصعوبات والتجارب التي واجهها بسبب إيماني، إلا أني الحقيقة أتمتع بسلام. لازلت أواجه صعوبات وتجارب، ولكن أصلي لكي يكون لي مكان مضمون مع الله. وأنا أدركت أن الله وعد بأن يلبي احتياجاتنا أخي رشيد. أما الثبات والحفاظ على إيماني، كما تعلم أخي رشيد، العابر يكتسب طبيعة جديدة، حتى ذهنه يتغير ونظرته إلى الأمور أيضا تتغير، ويفكر بأسلوب جديد وروحي. عبر عنه قول الرسول: لا تشاكلوا أهل هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الآن أخي رشيد، لم تعد أي معاناة أو متاعب ألقاها تعني لي شيئا، مدام أن ذلك في سبيل إيماني، ومدام أن ذلك في سبيل تمكين المسيح. الآن يعني كما أسلفت، كل ضغط وكل إرهاب أواجهه أرى نفسي أكثر إصرار لنيل حقي، والأبعد من ذلك لنيل حق الأقلية المسيحية ككل. كيف هي وضعية المتنصرين زيك في السعودية؟ هم ما بين خائف من عائلته، ولم تصل إليه الآن إلى الآن يد الدولة، وما بين خائف من الدولة، يعني وضعهم مزرع حقيقة جدا. نعم. وهل أنت تعتبر نفسك أنك قدوة اليوم حتى يزول الخوف منهم، أم لماذا تقوم بالحوار التالي؟ لأنه كذا مشاهد سيقول: لماذا ما دام هو معرض للخطر لماذا يشارك بحوار على التلفزيون بصوته وصورته؟ لا أعتبر نفسي قدوة لأحد، وكما ترى أيضا أني لم أكتفي بظهار إيماني فقط، بل أنقد الأوضاع التي أرى أنها ظالمة بالسعودية. فقناعتي الشخصية أخي رشيد أن تعليم المسيح ثورة من أجل تحرير الإنسان من كل ما يقيده من ظلم واستغلال. نعم. فالظلم والاستغلال شيء لا يليق بالإنسان، سواء مسيحي أو مسلم أو بوذي، ويجب على المسيحي أن يقف أمام هذا الظلم ويعريه في الكتاب المقدس، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية نجد أولاد الله. طيب أنا عايز أسأل، أنت يعني شخصيا مؤمن جديد، لأنه بعد ما آمنت طلبت اللجوء، أخذتك السلطات رجعتك، وأنت في حالة اضطهاد من يوم ما رجعت. لا أتيحت لك الفرصة لكي تنمو في الإيمان، لا أتيحت لك الفرصة للتعمق لاهوتيا كما ذكرت، لا أتيحت لك الفرصة للشركة مع إخوانك حتى ينمو إيمانك، ومع ذلك لازلت تحافظ على إيمانك. أنا عايز أعرف وأشرح للمشاهد إيه اللي خلاك تنمو أكتر وتعرف المسيح أكتر وتنمو حتى في معرفة الكتاب، لأنك بتستشهد بآيات من الكتاب المقدس. إيه اللي ساعدك على النمو في إيمانك الروحي؟ الآن أخي رشيد، يعني لما أكون خارج السجن هنالك يعني فسحة لدراسة الكتاب المقدس عبر النت، كثير مواقع محجوبة، ولكن يتمكن من وقت لآخر من الولوج على مواقع مفتوحة. وهذا ساعدك، هل ساعدك روحيا؟ أكيد أخي رشيد، يعني بشارة الإنجيل ليست عقائدية فقط، بل هي دعوة لتغيير الواقع الاجتماعي كله. طيب أنا كيف تعيش الآن في المملكة؟ إيه هي ظروفك؟ لو تستطيع أن تشرح بقدر الإمكان، أنا مش عايز أكشف مكانك أو المكان اللي بتتكلم منه الآن، لكن عايز المشاهد يدرك ظروفك الآن. أنت تعيش إزاي؟ بتواجه واقعك إزاي؟ بتطلع إزاي؟ بتتصرف إزاي؟ أنا الآن يعني بعد خطوة هذا اللقاء معك أخي رشيد وكشف شخصيتي، صعب الآن أني أحوز على فرصة عمل جديدة. حياتي راح تكون أكثر تقييد عنها سابقا. نعم. الحكومة أيضا تضغط علي تحاول إرهابي. إنما أتمنى الحقيقة أن يتأقلم الأخوة المسلمين هنا مع حقيقة وجود مواطنين مسيحيين بينهم. حتما هذا سيحصل، إنما سيأخذ وقت طويل، لأن الناس هنا آخر رشيد مشبعين بتعاليم الكراهية والتعصب التي تلقوها من مناهج التعليم والإعلام. نعم. علاني عن شخصيتي هنا قد يقود للتحول الفكري والتغير بالرأي العام تجاه قبول المتنصرين. نعم. وتمكين حرية العبادة أو الحرية الدينية. هذا اليوم أيضا أعرف أخي رشيد أنه
سيأتي وهو بحاجة لتضحية. نعم. أحلم باليوم الرشيد الذي سيتمكن فيه الإنسان من اختيار معتقده دون أن يكون لذلك أثر مأساوي على حياته. نعم. في مجتمع لهذا الحق. نعم. فتنصر شخص أخي رشيد أعظم من الأخوة المسلمين أن يقتنعوا أن تنصر شخص ليس نهاية الكون أبدا. نعم. بالمقابل أنه بالعكس يعني اللي بنشوفه أنه حياتك دمرت بسبب رفضهم للآخر، بسبب رفضهم لمعتقد الآخر. أنت الآن مستقبلك في عز شبابك في الثلاثينات من عمرك، لا قادر تتحرك، لا قادر تشتغل، لا قادر تكون مع أهلك. يعني ياريت أي مسلم يفكر إزاي أنه رفضنا للآخر، رفضنا لحرية العقيدة تدمر شاب في أزهى أيام عمره. لأننا نختلف مع خليه يا سيدي حتى لو كان على خطأ، خليه يا سيدي حتى لو كان تبع ديانة كفرية كما تراها أنت، لكن هل هذا يعطيك الحق أن تدمر حياته وتدمر مستقبل وتدمر يعني تدمر شبابه؟ فهذا السؤال نوجهه للمشاهدين، ويريد يفكروا بعقلانية وحط نفسه مكان هذا الشخص. أخ حمود، أنا أريد يعني أسألك، ألا تخشى على نفسك بعد هذا التصريح من الموت أو القتل؟ الموت الجسدي يا أخي رشيد بمعنى انفصال الجسد عن الروح أمر بخس، ما دمت سوف أكسب الحياة الأبدية. وهنا أرغب بتوصيل رسالة للأخوة العابرين خصوصا في الدول التي بها متاعب المتنصرين، أذكرهم بقول المسيح: لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع ولا تخشوا مهما كانت الأيام التي تمرون بها صعبة، والله معكم ويرشدكم، واسمعوا صوته وهو يقول: ها أنا معكم كل الأيام. ورددوا بثقة مع بولس الرسول: إن كان الرب معنا فمن علينا. كان هذا هو الحوار الذي أجريناه مع الأخ حمود، وهو معنا على الهاتف أيضا الآن لمجاوبة إيميلاتكم وأسئلتكم. وأيضا آخر كلمات ختم بها الحوار هي: إن كان الله معنا فمن علينا. وهي رسالة قوية للمسلمين والمسيحيين وللعابرين. يعني شخص يضع رأسه على كفه ويواجه الموت ويشهد للمسيح رغم كل المخاطر، يجعلنا نخجل من أحيانا لا نشارك الإنجيل في بعض الظروف حفاظا فقط على سلامتنا الشخصية أو لأجل أي سبب آخر. الحقيقة أريد أن أشارك بعض الآيات من إنجيل متى والأصحاح 10 والآيات 24، حيث يقول السيد المسيح له كل المجد: ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري أهل بيتي. فلا تخافوهم، لأنه ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قوله في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أعتقد أن الأخ حمود جسد هذه الكلمات على أرض الواقع، ولم تعد مجرد كلمات نظرية في حياته. أتمنى أن كلنا نفكر في هذا الاختبار من ناحية الشجاعة. خلينا أبدأ في أخذ بعض المكالمات، وأخذ الأخ محمد من مصر. أهلا بك أخ محمد من مصر، أهلا بك. أنا مش سامع كويس التليفون، الصوت وحش يا أخ محمد، لو تحاول مرة تانية. تفضل أخي محمد. أعتقد أنه الخط مش كويس. نتكلم مع الأخ عبد المسيح من كندا، أهلا بك. ألو، سلام المسيح عليك أخي رشيد. سلام المسيح. وسلام المسيح أيضا مع الأخ أخي في المسيح محمد بن صالح. أنا حمود بن صالح. طبعا هذه المكالمة
حمود بن صالح عفوا. نعم. انا فقط يعني اريد ان اقول يعني انا حقيقه معجب كثير بك اخي حمود بن صالح، ربنا يباركك اخي وربنا يحميك. والظاهر من كلامك انك اخ جزائري يا اخ عبد المسيح. نعم انا جزائري، سبق لي وان شاركت مره في السابق في حصه. نعم انا كذلك مثل الاخ حمود، مثل اخي انا كذلك جزائري، ويعني حتى في الجزائر تقريبا الامر لا يختلف كثير نوعا ما مع المملكة العربية السعودية، فيه يعني اضطهاد الإخوة المسيحيين. منذ يومين فقط يعني حكم 3 سنوات سجنا على مسيحيين بالجزائر لأنهم يعني أفطروا في رمضان، يعني أفطروا في رمضان. نعم يعني نوع من يعني إنسان يتعجب يعني كيف على المسيحيين يصوم رمضان يعني. صح. تقريبا المسيحيين في الجزائر كذلك المضطهدين. نعم يعني لدينا مشاكل كثيرة يعني ومعوقات يعني، وكما قلت الأخ رشيد في بعض الأحيان نعم يعني نحن نخجل يعني، لدينا المثل يعني في رب المجد يسوع المسيح يعني اللي جاء وأخذ كل يعني ذنوبنا، هو أيضا بنفسه قال أن يعني يجي يوم ونحن يعني سيديسيبل يعني تلاميذ الرب يسوع المسيح سوف يعني يضطهدون في الأرض، وهذا ما نراه. لكن فقط أود أن أقول يعني تحية يعني تحية تقدير ويعني لأخي في المسيح حمود يعني، وحقيقة إنسان شجاع، ونتمنى يعني كل إخوة يعني المسيحيين يكون بمثابة الأخ حمود يعني. صح. وشكرا جزيلا. أشكرك أخي، أشكرك. نأخذ مكالمة أخرى من الأخ رشيد من إسبانيا، أهلا بك. مساء الخير. مساء النور، تفضل أخ رشيد. فقط يعني الأخ اللي اتصل بنا الآن واللي اتصل الحصة يعني ذكر يعني كل شيء. نعم. الاضطهاد يعني احنا الأخ رشيد أنت من الجزائر أيضا؟ من الجزائر طبعا. وعابر؟ أنا عابر من خلفية إسلامية. أمين. أعرف سيد المسيح وغير حياتي. نشكر. والأخ اللي اتصل الآن ثاني الأخ من السعودية. نعم الأخ حمود. يعني الأخ حمود يعني كما نقوله هو يمر يعني بمرحلة صعبة جدا. صح. والآن احنا نشجع الآخرين اللي راهم الآن في الاجتماع. نعم. المسيحيين من شبه الجزائر العربية انهم يتصلوا حتى يبدوا التعضيد والدعم للأخ حمود. نعم هذا يعني مهم جدا. أشكرك، أشكرك أخ رشيد. ربي معكم. ربي معك. أخ حمود هل تسمعني؟ تفضل أخي رشيد، سامعك وأقدر الأخوة، ربنا يبارك وأقدر لهم مشاعرهم. أشكرك. وهم يقولون أنه أوضاعهم في الجزائر من سيء إلى أسوأ، لأنه من يومين فقط تم الحكم على شباب جزائريين بالسجن لثلاث سنوات لمجرد إفطارهم في رمضان، رغم أن الحكومة تعرف أنهم مسيحيين. ربنا يكون معهم. أخي رشيد الحقوق تنتزع ولا توهد. نعم. يعني أنا أطلب من الأخوة في الجزائر أو في أي بلد آخر العادلين فيه يتعرضون للاضطهاد أنهم يسعون لنيل حقوقهم. للأسف يعني الحكومات الإسلامية مع تقدير الإسلام إنما حكومات دكتاتورية تستمد طغيانها، يعني عذرني لو قلت تستمد طغيانها من تصور الله الإسلامي ومن القرآن. نعم. هل الأخ حمود أنا أريد أثرت نقطة مهمة، أن الحقوق تنتزع. كان من المفروض أنه شهادتك لا نستغربها إذا قرأنا أعمال الرسل كيف أن الناس استشهدوا في سبيل الشهادة للمسيح. اليوم نرى الشهادة شيء عزيز جدا، وكأن الناس يعني عزيزة عليها أنفسها مقابل الإنجيل، رغم أنه لو رجعنا لتاريخ الكنيسة لم يكن هذا بالأمر الغريب على الكنيسة. صحيح صحيح أخي رشيد، تعليم المسيح حرية ومحررة، يعني الله حرر شعب الله من العبودية في مصر. نعم. وحق حقوق الإنسان من وصاها له تيين.
في أسبانيا أول داعي لحقوق الإنسان هو راهب أسباني، هو اللي كشف إرهاب قيصر الأسباني في أسبانيا. في بعض الأخوة المسلمين يحسبون المجازر اللي نفذها بعض الأوروبيين المستعمرين يحسبونها للأسف على تعاليم المسيح، بينما تعاليم المسيح من خلال الرهبان وقفوا ضد قيصر. المسيح من خلال أبناء الرهبان وقفوا ضد قيصر، وهم اللي يعني أسسوا ثقافة حقوق الإنسان، وهم اللي يعني سندوا المضطهدين في الأرض. فكون يعني كوني أسعى الآن أنا العبد للمسيح في سبيل تأسيس مبدأ حرية الحرية الدينية في السعودية، فأنا يعني ملتزم مع تعاليم السيد المسيح، تعاليم الكتاب المقدس. خليني أخذ مكالمة من السعودية أيضا، الأخ عبد الله أهلا بك. مرحبا ومسهلا. مرحبا أهلا بك أخ رشيد. نعم أسمعك. أي والله أنا ما أدري إيش أقول لك يا رشيد اليوم على الهدية هذه اللي هديتنا إياها إحنا في السعودية. يعني اليوم تعرف إنه اليوم الوطني عندنا. نعم مبروك العيد الوطني. الله يبارك فيك، بس أنا أستغرب التوقيت هذا منك ومن قناة الحياة، يعني بالذات هل هو كان مقصود ولا كان يعني ما أدري. لكن إيه الغريب يعني أنه نعرض شهادة أخ من السعودية، ده هل يضرك في شيء أم يفرحك؟ أنا يهمني أنه الناس يعرفوا الله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء. والأمر الثاني أنه ما يكون هناك ضغينة ولا كرخ بين الناس، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو إله المحبة فلا شك أنه أي شيء يسبب ضغينة وحساسيات بين الناس وبين الشعوب والأمم فإن هذا نوع من الكراهية والعنصرية. هل في رأيك الأخ عبد الله، أنا أعرفك من مداخلات كثيرة، هل أنت الآن مع الأخ حمود في حقه في العبادة وأن يكون مسيحي في المملكة العربية السعودية ولا لا؟ أنا أول شيء إنسان مسلم، ثاني شيء أنا مواطن سعودي أحترم قوانين بلدي، لكن أنا أحب أن أقول لك أن الإسلام لا يمانع من حرية العبادة، والدليل على كذا. أنا سألتك يعني شخصيا يا أخي، وأنت أنت تقول لي أنا مسلم، أنا عارف أنك مسلم، لكن هل أنت شخصيا هل عندك رأي، هل عندك رأي مستقل تقول أنا مع الأخ حمود في أن يكون له الحرية أن يصير مسيحي أو ما شاء، أو لا لست معه، يعني مجرد رأي صريح؟ أولا يا أخ رشيد أنت لا تحاول أنك تحكمني يعني في الزاوية لأعطيك إجابة معينة، اسمح لي أني أنا أتكلم بحرية قبل أن تطالب. إذن أنا لا أريد أشخاص يقولوا كلام عام، الإسلام مع الحرية، الإسلام مع حرية التعبير، مع حرية الدين. لو كان الإسلام مع حرية التعبير فأنت الآن كمسلم مطالب أن تجسد رأي الإسلام أمام حالة مثل الأخ حمود، تفضل. طيب خليني أجيب من فضلك، أعطيني حرية حتى أجيب أنا الأول. تفضل. أنا عندي تعليقين من فضلك، وأرجو أنك تسمح لي وتعطيني وقت، بما أني أنا من السعودية أيضا وهمني كثير أمر أخوي حمود وغيره من الناس. على كل حال أنا أعتقد شخصيا يعني من ناحية شخصية أن كل إنسان له حرية أن يختار دينه وأن يعبد الله كيف يشاء. لأن الله يقول لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. لكن يسمح لي أن أعلق على اختبار الأخ حمود. أو تنصر الأخ حمود أو كيف ما شئت تسميه. الأخ حمود نية أكثر الآن من 45 دقيقة أنتظر أني أسمع منه يا أخ رشيد. أسمع منه شيء مهم جدا عن سبب أنه هو ترك دينه ودين آبائه وأهله وأنه انتقل إلى دين آخر. لا يعني ما سمعت منه شيء مهم. لا أنا أختلف معك. أنا أجريت الحوار ورأيت الأسباب، منها سبب واضح ذكره، وأنا سأعطيه الفرصة بعد كلامي. سبب واضح ذكره، قال أنه في عيشه في المملكة العربية السعودية لاحظ أشياء، منها أنه
الخطبة الجمعة والشيوخ يكيلون اللعنات والشتائم على الناس لما قرأ الإنجيل وجد هذا الأمر غير موجود. فهذه نقطة من النقط اللي ذكرها، ذكر مثلا أن استغلال السلطات السعودية لاسم الإسلام ولإعطاء للتسلط على الناس، وحتى صاروا هم يقسموا ثروات البلاد كما شاءوا، وجدها أن شيء متجدر في تاريخ الإسلام عبر الخلفاء وعبر عبر هذه الأمور. فهل هذا ليست نقاط مقنعة بالنسبة الأخ حمود؟ أنا سامعك تريد التدخل. أخي رشيد، نعم. أخي رشيد بس حي الأخ عبد الله. تفضل. وبالنهاية يعني تنصري، يعني الحس الإنسان يفترض أنه يحترم حرية المعتقد. أنا صحيح أني ما أحب يعني أنقد الإسلام لكي لا أثير الأخوة المسلمين. نعم. الله محبة، وأعرف تماما أني لو قدت الإسلام راح تتغير لهجة الأخ عبد الله. الآن الأخ عبد الله يقول ما سمعت منه شيء مهم. أنا يا أخي العزيز أقدر أسمعك مبررات غزيرة التنصري، لكن المشكلة أن هذا راح يثير الأخوة المسلمين. أنا خلال خبرتي مع الأخوة المسلمين اللي حبوا مقدرهم هم أهلي قومي، إذا وجهت يعني إذا سلطت الضوء على النقاط اللي بررت عدم اعتقادي في إله الإسلام كإله حقيقي، راح تعتبر هذا هجوم على الإسلام. لكن أنا مضطر أن أضرب بعض الأمثلة للأخ عبد الله الآن. تفضل. أخي عبد الله، المسيح عندما صلب آخر كلام قاله: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نعم. والنبي محمد قال آخر كلام له قال قبل أن يموت: لعن الله اليهود والنصارى. نعم. فأنا يعني أسأل ضميرك من هو الله الحقيقي؟ فقط يعني من خلال تفضل أخ عبد الآن. فعندما يقول النبي محمد لعن الله اليهود والنصارى، لا تتوقع تسامح حقيقي من الأخ عبد الله أو غيره من أنا سعودي ويعني ومعبأ من خلال مناهج التعليم بتعليم الإسلام، ومقدر أن الأخ عبد الله مثلي متشبع تماما في التعليم الإسلامية اللي الآن يعني اللي اختصرتها في قول محمد من كلامه أن يموت لعن الله يهود النصارى. تفضل أخ عبد الله. يا أخي الكريم الله يرضى عليك بكل هدوء يعني حاول أن أتناقش معاكم. يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك من عند الله أمره بأن يهدم على أهل مكة الأخشبين الجبلين، قال: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. جميع الأنبياء يدعون هذه الدعوة، فكيف أنت تقول هذا الكلام يا أخ؟ لا 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 أخ عبد الله، أخ عبد الله، أخ عبد الله، اسمح لي أكمل. خليني أكون معك واقعي. لا حد شاف محمد ولا رآه لما جاء ملك، فهذا الدعاء من عنده. الشيء الثاني أنه ذكر لك حادثة مهمة، محمد في مرضه الذي مات فيه لعن اليهود والنصارى، وكانت تقريبا من آخر الكلمات اللي نطقها، آخر الكلمات اللي نطقها المسيح هي الغفران للناس. كيف تجيب على هذا الأمر بالذات؟ ما تذكر لي حادثة تانية، خلينا نناقش هذه الحادثة. طيب أنا أجيبك. أول حاجة يا رشيد، أنت ذكرت بأنه هناك شهود للمسيح. يا أخي الكتاب المقدس يقول كل التلاميذ هربوا ولم يشهد ولا واحد للمسيح بهذا الكلام. هل أنا أناقشك الآن؟ هل أنا أناقشك الآن في الشهود ولا لا؟ أنا موضوع الشهود ممكن أناقشك فيه وقت تاني. الآن جاب لك نقطة لا تتهرب منها. أنت طلبت منه دليل واحد، إدك دليل. ما لا تريد أن تجيب حتى على هذا الدليل. هو إدك دليل واضح. واحد لعن في موته، لعن أكبر ديانتين كانوا موجودات في هذاك الوقت، هي اليهودية والمسيحية. لعنهم على فراش الموت، يعني وكأنه يلعن العالمين كلهم. واحد آخر حاجة قالها للناس اللي صلبوه، قال لهم: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لا تريد أن تجيب على هذا الأمر ببساطة، ومع ذلك تقول أن الأخ حمود لم يعطي أي مبرر لإيمانه؟ حرام عليك يا أخ عبد الله. جميل أخي رشيد، جميل أخي. أخ حمود خلينا ندي فرصة. لا، لو الأخ حمود خلينا ندي فرصة. الأخ عبد الله، بأن الرسول عليه السلام لو سمحت يا أخ حمود خليني أدي فرصة للأخ عبد الله حتى يجيب يرد. اتفضل تحت أمرك. أشكرك يا أخي الكريم. يا أخي اسمعني، الرسول عليه الصلاة والسلام
يعني أول شيء أنتم الآن تقولين إن إحنا نلعن الكفار وكذا، طبعا إذا ناس يقتلوا المسلمين في الفلسطين والعراق وأفغانستان إلى آخره. يا أخي أنت لا ترد على الكلام، لم يكن حد يقتل في فلسطين عندما لعن محمد اليهود والنصارى. أعتقد أنك لا تريد أن تجيب على هذه النقطة، وأشكرك على كل حال. الأخ حمود، أنا مضطر أتوقف مع فاصل وأعود بعده لإكمال هذه الحلقة. ومشاهدينا الكرام، أنا توصلت بإيميلات وأنا مستعد أن أقرأ المزيد من الإيميلات بعد الفاصل، وأيضا سأخذ مكالماتكم، فاعذروني على التأخير في أخذ مكالماتكم. نتوقف مع الفاصل. موريس بوكاي وقصته مع فرعون، قصة يروج لها شيوخ الإسلام، فهل هي قصة حقيقية أم كذبة كبرى؟ سؤال جريء سيفجر مفاجأة أخرى من العيار الثقيل. موريس بوكاي والشيوخ على برنامج سؤال جريء يوم الخميس القادم. لم يأمر بقتل أحد. قد انتشرت في شبه الجزيرة العربية زمن محمد كما قلت. لا يمكن أنك طلبت وسيتركك، استحالة. لو كنت إله المسلمين يا رب، شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. ثق أن هناك استجابة إلهية. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ عودة مشاهدين لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء، ومعنا اختبار رائع من السعودية الأخ حمود بن صالح، ومعنا أيضا على الهاتف يجيب على أسئلة المشاهدين. أقرأ بعض الإيميلات أخ حمود، ولو تشاء لو عندك أي تعليق على المكالمة بتاع أخ عبد الله ممكن أعطيك الأولوية. طيب، في الإيميلات في أخ يقول، أخ فادي يقول: أنا فخور جدا بالأخ حمود وهو مسيحي حقيقي، وأقول له إلى الأمام الرب معك. أخ آخر الأخ عادل يقول: كيف يفسر الأخ حمود أن الحكومة السعودية الوهابية لم تطبق عليه حد الردة بينما يطبقون الحدود بصورة صارمة؟ هل هناك تغير في الفكر؟ إن كان هذا صحيح فهذا تطور هائل لم يكن يتصوره أحد. فكيف تفسر أنك لحد الآن لم يطبق عليك حد الردة؟ أخي العزيز، أنا ماشي في طريق المسيح ولن أحيد عن خطيئة أمله، وهم يعلمون ذلك تماما. موقف الحكومة الآن مضطرب، ويحاولون بأساليب، لو في أي شيء ممكن، يعني كفاية اللي انت فيه، يعني كما يقول الأخوة المصريون، يعني أنا لا أريد أن تتورط في أي شيء. لو في أسباب ممكن تذكرها نذكرها، لو في أسباب لا تستطيع أن تذكرها الآن أنا أحترم رأيك. أنا تورطت وخلصت، يعني إذا الكلام عن ورطة، لكن هذه ورطة محبذة لي تماما، ما دمت سوف يعني زي ما قلت لك أسس مبدأ حرية دينية لدينا هنا في السعودية. موقف الحكومة هذا ينسجم مع تعليم السيد المسيح كما نعلم جميعا. نعم. موقف الحكومة إلى الآن مضطرب، هم لم يعترفوا بتهميش حد الردة، وفي نفس الوقت لم ينفذوا لا أعلم، ولكن كما قلت لك أنا ماضي في هذا الطريق، طريق السيد المسيح، إلى أن يتم الاعتراف بالأقلية المسيحية في السعودية، أو أن أقتل سواء من النظام بتنفيذ حد الردة فيه، أو من الأخوة، بعض الأخوة المتعصبين هنا. هذا أبسط. ربنا يحفظك، وأنا ما أتمنى لك هذا الأمر، لكن هذا يدينا قوة وشجاعة. إحنا اللي جينا من خلفية إسلامية، وأي أخ مسيحي، لأنه إن كان الأخ
يضحي بأمانه ويضحي بنفسه وهو في المملكة العربية السعودية، فعار على أي شخص يحمل أي اسم المسيح في أي مكان في العالم ويتضرع أو يتحجج بسبب أو بآخر ويقول لا أستطيع أن أشارك الأخبار السارة لأنه هذا سيعرضني لكذا أو لكذا. فهذا مثال رائع يوبخنا كلنا أنه لازم نشهد للمسيح مهما كانت ظروفنا. في أخ يقول، الأخ سندي يقول: بداية تحياتي لك بالمسيح. دعني أقول للأخ حمود بن صالح بكل محبة: لقد أخجلتنا بقوة إيمانك وحتى أدمعت مآقينا لشجاعتك والتي لازلنا نراها ساطعة كما في أيام الحواريين الأوائل بالإيمان بالذي قال: لا تخافوا لأني معكم إلى المنتهى. يعني كلمات تشجيع رائعة في حقك الأخ حمود. في أخ آخر يقول: أريد أن أشجع أخي حمود على التبات كما أنت الآن، وسأصلي لك حتى يبقى التبات والسلام بداخلك. والآن هو عصر الشجاعة الحقيقية لكل شخص يحمل صليبه ويتبع السيد يسوع المسيح. في إيميلات أخرى، الأخت ماري تقول: كيف يواجه الأخ حمود متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب؟ هل يستطيع الخروج إلى الشارع مثلا؟ وتسأل نفس السؤال: ما سبب عدم تنفيذ حكم الردة؟ في أخ آخر يقول، الأخ نادر: تبارك اسم الرب يسوع له كل المجد، هللويا، الرب يتفقد شعبه، هنيئا لك الخلاص يا أخ حمود. ونحن نخاف على حياة الأخ حمود، فكيف وافقت على عرض هذه المقابلة؟ وهذا السؤال موجه لي. ألا تدرك خطورة الموقف؟ أنا أدرك خطورة الموقف، وفي الحقيقة لم نتفق على هذه المقابلة إلا بعد أخذ ورد لمدة أسابيع طويلة. وبالحقيقة كنت متردد، واستشرت إدارة القناة واستشرت أناس آخرين، ورأيت تصميم الأخ حمود وهو معي الآن على الهاتف، ممكن يصحح كلامي لو ما كانش صح. تفضل أخ حمود. كلامك أخي رشيد، أخي رشيد كلامك مضبوط جدا، لكن زي ما قلت لك يعني كل ما سجلت أو تعرضت لتعذيب زادني هالأمر إصرار على الثبات في طريق المسيح، وعلى أيضا مكافحة الطغيان هنا. نشكر الرب من أجلك. وأخر شيء واجهني أخي رشيد، إني أحب عدوي، أحب من اضطهدني، وهذا مفهوم يعني صعب جدا الإنسان يستوعبه على المسلم بالأخص. نعم. الأخ جلول من الجزائر يقول: هللويا، ويذكرها 3 مرات. هذه مفاجأة من العيار الثقيل، يسوع حي وأقوى وأكبر من ظلام الإسلام. لو جاء هذا الشخص عندنا الجزائر لذبحنا له العجل المسمن وفرحنا به، فكم بالأحرى أبوه السماوي فعل. فالسماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. هذه عينة عن الكثيرين. قديس الله من السعودية، حفظك الله وصانك من كل شر وشبه شر. إخوتك في الجزائر مفتخرين بك يا أخ حمود. في الأخ مشتاكر اسمه يقول: الأخ ربنا يبارك ضيفك العزيز الأخ حمود، والرب يستخدمه ويستخدم رسالته وشجاعته لكل المسلمين الذي يريدون قبول السيد المسيح. سأكتفي بهذا القدر وأبدأ في أخذ بعض المكالمات. كاميليا، الأخت كاميليا من أستراليا، أهلا بك. أخ رشيد، أنا نفسي أحكي معك. مبروك أخوي حمود. أشكر. أنا مشتاقة إليكم، كل مرة أصليكم، وأنا أريد أهني أخوي حمود بالمسيح. هو سامع. أطلب من الله أن يحميه، هو أقول له أنا أريد أعزيه بكلمات يسوع المسيح. نعم. أقول له: يا أخوي حمود لا تخاف، الرب مشغول بيك، راح يعدل لك مكان، مشغول بيك بقاله زمان، قبل قلبه مشوق إليك، ساعدك لو لقاك سهران.
البوك يترك بعد قليل بالفرح وصوت التهليل، حفلة عظيمة على السحاب والسهران يلبس إكليل، وأنت مبروك عليك الإكليل يا أخوي حمود، والرب يبارك. شكرا لك يا أخت العزيزة. أشكرك. صلاتنا يا رب تكون، أنت لا تخاف، أنت بالبرية يا ربي. أشكرك. أشكرك أختي كاميليا. ونأخذ مكالمة من المملكة العربية السعودية. أخ أبو مشعل، أهلا بي. السلام عليكم. سلام لك أخ أبو مشعل. كيف حالك أخي رشيد؟ نشكرك. أنا بس عندي تعليق بسيط على الأخ حمود. نعم. أنا بصراحة حزين على اللي يعني على اللي صار عليه، ومستغرب يعني دهشة يعني كبيرة يعني. ليه مستغرب؟ لأن مثل ما قال أخوي اللي قبله، ما اللي أعتقد مسؤولية الأسباب اللي ذكرها اللي خلته يعني يتنفر ما هي واقعية صراحة. إزاي؟ يعني ما فيش حد مسلم ممكن يعتنق يتبع السيد المسيح؟ لا طبعا، المسيح عليه السلام يعني الإسلام اعتبره من أفضل الأنبياء من أولي العزم. حتى لو اعتبرته يعني معلم كبير أو شخصية تاريخية كبيرة، هذا لا يعتبر إيمان في نظرنا كمسيحيين. لا طبعا، في آيات كثيرة تقول يعني احنا لا نفرق بين الأنبياء كلهم يعني بالعكس يعني. هذا كلام غير صحيح، لكن على العموم خليه يمشي. لكن الأخ حمود ذكر أسباب اللي خلته يتبع السيد المسيح، وقال أنه بإمكانه أن يقول الكثير لكن في ظروفه اللي هو فيها لا يريد أن يؤخذ الكلام على أساس أنه نقد للإسلام واستهزاء بالدين الإسلامي. اوكي يا اخوي رشيد، بس انا ممكن اتكلم عن الاسباب اللي ذكرها، انا ما ادري وش بالضبط يعني. الاسباب اللي ذكرها اعطى بعض الامثله، ومنها المثال اللي ادرجناه للاخ عبد الله، وقال مثلا ان لما تاملت سيره المسيح في الانجيل وجدت انه كان مسامح حتى تجاه الذين صلبوه، بينما محمد كان يلعن النصارى واليهود وهو على فراش الموت رغم انهم لم يصلبوه. فهناك فرق بين الشخصيتين مختلفتين. طيب اوكي يا اخي رشيد، خليني اتكلم شوي ممكن. تفضل. من ناحيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لعن اليهود والنصارى باخر وفاته، نبغى الدليل على كذا. صحيح انه ما لعنهم. لا هذا موجود في الصحيحين، حتى انه ذكر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا حديث صحيح معروف عند كل مسلم. اوكي صحيح، هذه عقيدات، لكن انت تقول انه باخر حياته، بالعكس هو هذا في المرض الذي مات فيه، معناه انه اخر حياته. خليني اتكلم. لكن انا مفروض اصححك لو تذكر معلومه غلط. لا خليني اقول الفكره وبعدين انت صحح لي. تفضل. بالعكس يعني الرسول في حديث كثير كان يوصي فيه حد اهل الذمه اللي هم اليهود والنصارى، وكان يوصيهم انهم وبالعكس يعاملونهم احسن معامله. الأحاديث في هذا الباب يعني. الأحاديث في هذا الباب مكذوبة، مثل حديث من آذى ذميا يعني فقد آذاني، هو حديث مكذوب. يعني الثابت عنه نعم الثابت عنه أنه لعن اليهود والنصارى. طيب انت ما تخليني اتكلم الحين، انت بالعكس انت تقطع كلامي كأنك ما تعطيني حرية بالكلام. خليني اتكلم انا، اجيب فكرة بفكرة. في احاديث كثيرة انت قلنا مكذوبة، على اساس كانت مكذوبة؟ لازم فيه يكون في بحث وفي تحقيق. انا بحثت فيها هنا، انا يعني حكمت عليها من عندي. لحظة يا اخ رشيد، احنا مؤمنين بالاحاديث هذه، وبالعكس ونعتبر احنا يعني الاسلام كرم اليهودية والنصارى باصلها. ترى انا خلي الاخ حمود يجيبك لانه ابن بلدك وهو حيعرف ثقافتك احسن مني. تفضل اخ حمود. في فكره يا اخ رشيد. نعم. ان انت تقول ان كان بالعكس الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه مع انهم طردوه من مكه واذوا اصحابه، لما دخل فاتح
بالعكس ما عداهم واعطاهم حقوقهم يعني ما ولا وقتل الناس حتى في يوم الفتح قتل الناس ودخل بجيش جرار الى مكه. اللي قتلهم كانوا هذول يعادون المسلمين وكانوا يؤذونهم. اذا احنا نعود لنفس النقطه لكن العموم ما هذا بالعكس اعطاه. ايوه انا اقول الاسباب اللي ذكرها الاخ حمود ما هي وجيهه ابدا، حتى لو كان على كلامه انه كان في مظالم. الو اخي رشيد. نعم اخ حمود تفضل ممكن ترد. انا بس اخي العزيز يعني ناوي اصحب في الاسباب. انا طبعا لان واضح الاخوه يعني ما اقتنعوا الى الان، وانا يعني طبيعي كمتنصر وضعت تعاليم السيد المسيح وتعاليم محمد على طاوله التشريح لسنوات طويله، وعلى ضوء ذلك ارتديت الى الله الحقيقي. نعم. بالنسبه لمكه طبعا تاريخ الاسلام قارب التفصيل الممل. بالنسبه لمكه النبي محمد قتل من اهلها عند الفتح، ورغم ذلك كان فيه تمييز نسبي لاهل مكه، ما عمل فيهم السيوف زي باقي القرى والقبائل العربيه، رغم ان اهل مكه هم اكثر ناس عداء لدعوته، ولكن النبي محمد جعل لهم افضليه لانهم قرابته واهله. نعم. هذا نوع من العنصرية يعني. نعم. الحقيقة من التعليمات يعني في نقطة بس يعني وقفنا عند النقطة هذه كثير، فراح أنتقل لموضوع آخر اللي هو العبودية. يعني المسيح أتى محرر، ولكن النبي محمد أتى مستعبد. هل يعلم الأخ الكريم، ما أدري هو معك الآن، هل يعلم كم كان لدى النبي محمد من عبد؟ لا الأخ أبو مشعل أنا أديك فرصة للتعقيب تفضل. يعني بالعكس احنا الإسلام جاء يعني يحرر على العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه فكرة الإسلام. بص بخ أبو مشعل، الشعارات الإسلامية احنا تربينا فيها وتعلمناها، هذا شعار ليس له علاقة بالواقع. الأخ حمود لا معلش حتى لا تختلط أصواتنا. أخ أبو مشعل، الأخ حمود يقول لك نقطة مهمة، هل تعرف كم عبد كان يمتلكه محمد؟ دعني من شعار أن الإسلام جاء يحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا كلام، هذا شعار ممكن نرفعه في الانتخابات نعمل به أي شيء، لكن الواقع أن محمد امتلك عبيد. هل المسيح امتلك أي عبد؟ المسيح جاء محررا للناس حتى روحيا، بينما محمد مش استعبد الناس روحيا فقط، جسديا امتلك عبيد ايضا. فها كيف ترد على هذه النقطه؟ المشكله يا اخ رشيد، انت تخلط بين الانبياء. المسيح عليه السلام كان له شريعه. انا لم اخلط بين الانبياء، انا اعطيك مقارنه. واحد جاء محررا للناس روحيا، واحد جاء مستعبدا للناس روحيا وجسديا، كان عنده عبيد يعني يمتلكهم، اشتراهم بفلوس. فهذه نقطة مهمة أثارها الأخ. أنت لو تعرف تاريخ العرب قبل الإسلام وكيف كانوا يعاملون المرأة وكيف كانوا يعاملون العبيد وكيف كانوا يعاملون يعني العالم، كان تعرف وش سوى الإسلام يعني بالمسلمين او بالعرب. يعني ما عندك جواب، ما قدرت تدافع، ما قدرت تنفي انه محمد ما كان عنده عبيد. ما قدرت تنفي، لم تستطع ان تنفي ان محمد لم يكن له عبيد. طيب هذا كان شيء طيب أشكرك اخ ابو مشعل. انا اخذ الاخ بندر ايضا من المملكه العربيه السعوديه، اهلا بك. السلام المسيح مع الجميع. سلامي أخ بندر، أنا فرحان أنه أخ متنصر أيضا من السعودية يتصل لتعضيد الأخ حمود. أكيد مساء الخير عليك يا حمود، سلام المسيح معك. أهلا أخي بندر، سلام المسيح معك. يعني نحمد ربنا أنه ما يتركنا ولا في أصعب الظروف، تأكد من الكلام هذا. أمين. كيف وقع هذا الظهور عليك كمتنصر في السعودية؟ الموضوع يعني كبير ويعني
ما بكفي اني بقدر اتكلم فيه بدقيقة او دقيقتين. نعم. لكن اللي احب اقوله انه المسيح مستحيل يترك ابنائه، والدليل يا اخو حمود انه انت لسه عايش. فالاسلام هو يبغى ينهيك، تأكد من الكلام هذا. والاخ عبد الله والاخ ابو مشعل يبغى انه يعطون صورة جميلة للاسلام، لكن ما هو بيدهم، صدقني ما هو بيدهم. لان الاسلام يبغى ينهي المتنصرين، ويبغى يعني يخفيهم نهائي، لكن المسيح هو اللي يعني بحد ذاته اللي صاير معك معجزه. يعني انت لا تبسط في الموضوع، صدقني انه معجزه. صح، هي معجزه حقيقيه. والاخ بندر، اخ بندر انا عايز اسالك، ايه هي يعني ايه اللي ممكن نعمله احنا اللي مش في السعوديه؟ ازاي نقدر نساعدكم كمتنصرين؟ ازاي نقدر نصلي لكم؟ ايه الاشياء؟ انا نفسي يعني نفسي استطيع ان امد يد العون والمساعده لكم. صدقني احنا عارفين الشيء هذا، عارفين شعور اي مسيحي تجاه اخوه المسيحي، لكن الموضوع مو بيد اي احد، هذا موضوع بيد المسيح وحده. أتأكد من الكلام اللي أقوله. أمين. يعني بس نبغى صلاة. أديسر لك، أديسر لك مسيحي أخ بندر، فقط يعني رغبة مني في المعرفة. من عيوني. طيب يعني إيمانك حقيقي لي 5 شهور ونص. نشكر من أجلك أخ بندر. بس أحب أقول لأخوي حمود إنه عندنا يعني اجتماع في برنامج واسمه برنامج البالغ، إذا يبغى يعني ينمى في النعمة الروحية، يبغى يتعلم. طيب خلينا نرتب هذه الأمور بينكم خلف يعني خلف الكاميرات، حتى ما يكون فيها ضرر على أي حد. وإحنا حنحاول نوصل بينكم كأخوة في الرب في السعودية. ما في هل 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 كان مساعدة. أخ بندر، هل كان لبرامجنا أي مساعدة للمتنصرين في السعودية؟ أكيد كثير، يعني طلعت قناة الحياة يعني غيرت في ناس كثير. وأحب أبشر أخوي حمود، ترى إحنا كثير ما بيدهم أصلا. نشكرك أخ حمود. كيف تعلق على أخيك من السعودية اللي بيعضدك وأيضا له نفس التجربة مثلك؟ سعيد جدا باتصال الحقيقة، ما أدري الصوت مو واضح عندي، ما ميزك الكلامة، لكن تأكد أخي بندر أن ربنا معنا، وأننا سوف ننال حقوقنا ونعيش في وسط حر ديمقراطي إلى جانب أخوتنا المسلمين. أشكرك. هذا كل اللي أقدر أقوله. أشكرك. راح أصلي قريبا، راح أصلي قريبا أخي بندر في كنوتي بالرياض. أشكرك. الحمد لله. لا تستعجل أخوي حمود، ما عليك، كل شيء جاي بالترتيب وبالشيء الكويس. أشكرك. نطرده بس لأن هذا هو سلاح إبليس. بس احب اعلق على نقطه اللي هي اخونا عبد الله اللي نعم من السعوديه. نعم تفضل. يعني اخونا هذا احنا بنتكلم معه كثير في كذا برنامج، يعني هو مو عارف الاسلام شيء، هذا اولا. بيقول له انا متخرج من جامعه الامام وجامعه اسلاميه، لكن اتضح ان احنا بعد ما نساله في الاسلام انه ما بيعرف شيء في الاسلام، مجرد انه يلمع الاسلام، لكن يعني حقيقه هو ما بيعرف في الاسلام شيء. نعم وصلنا لهذا الأخ عبد الله. نعم هذا المفروض. مفروض. أشكرك أخ بندر. نأخذ مكالمة من الأخ حسن من اليونان. أهلا بك. ألو السلام عليكم أخ رشيد. أخ بغدادي، بدلت سميتك. عرفت يعني علاش يعني يقولوا إحنا لو سمحت خليني. عند بالك ده بلا بدلت سميتك، أنا ما نقدرش نوقفك. لو سمحت تخليني نتكلم شوية. تفضل أخ بغدادي. لا أنت ضحكتني. أنت ضحكتني أخ بغدادي. يعني شوف، اولا غادي نطرح سؤال على الاخ بندر اللي نقولوا احنا دخل المسيحيه مش مشكله. نعم. نطرح عليه اولا سؤال. نعم. هل هو دخل الى اعتنق المسيحيه ام اعتنق الديمقراطيه؟ وهل هو قرا عن تاريخ الاسلام، عن تاريخ المسيحيه، فصل الدين عن الدوله، الثوره الفرنسيه؟ ايه علاقه هذا طيب انا اشرح لك فكره. لو تتبعت حواره يا اخ بغدادي، لو سمحت، تعرف جزء كبير من مشكلتنا، جزء كبير من مشكلتنا معك انك لا تتركنا نجيب على اسئلتك.
لا خليني نزيد سؤال ثاني. لا خليك مع سؤال واحد، خليك مع سؤال واحد. طيب انا حاترك الاخ حمودي، اترك الاخ حمودي يجيبك. الاخ حمود، اخويا حسن او هو اسمه الحقيقي البغدادي من المغرب ويعيش في اليونان، يقول انه انت تنادي بالديمقراطيه وفي نفس الوقت تنادي بايمانك بالمسيح، انت اعتنقت المسيحيه ولا اعتنقت الديمقراطيه؟ انا اعتنقت المسيحيه طبعا، لكن الخلاص المسيحي مش أخوة فقط، هو أيضا يمس حياتنا اليومية. نعم. فأكذب عليك المسيحي أني أدين للظلم بكل مستوياته، لا أقول أني يعني أنخرط في السياسة، لا أنوي تأسيس حزب أو ذا، إنما يجب أن أدين الظلم. نعم. أدين المسيحية، يعني الأخ ممكن ما هو ما فاهم، هو ما فاهم ايه علاقه مع إيه علاقه الايمان المسيحي بانتقاد الظلم والمطالبه بالديمقراطيه وبالحقوق. فاهم انه الايمان المسيحي مجرد ايمان والمطالبه بالحقوق شيء ثاني. لا طبعا كلهم مرتبطين ببعض. الاخ عايش في اوروبا، اقول انه ما نصبح يعني الدول الاوروبيه ديمقراطيه اليوم. جذور الديمقراطيه هي مسيحيه، والعلمانيه ايضا مسيحيه. نعم. لماذا يعني الديمقراطية نبعت من أوروبا وليس من الصين أو الهند أو السعودية أو بلد يعني دائرة غير مسيحي؟ وجه السؤال هذا. نعم، أشكرك أخ حمود. خليني أخذ مكالمة أخرى من أخ محمد من مصر. أهلا بك. طيب السلام عليكم، أتمنى يكون في صوت أخ رشيد. سلام المسيح معك وسمعينك كويس، تفضل. طيب أنا أحب أشكركم على هذا البرنامج أخي رشيد، رغم أن أنا مسلم لكن أنا أشكركم على هذا البرنامج العظيم اللي جعل بجد يعني نوع من أنواع اليقظة الفكرية واليقظة الروحية لنا. فأخي رشيد يعني أنت عارف لحضرتك أن أغلى حاجة عند الإنسان هي أبديته. نعم. فإحنا لو ما فكرناش في الأبدية هنفكر في إيه؟ فالإنسان لازم يعني يتأمل في المسيحية، يجب أنه هو يأما يرفضها عن اقتناع يأما يقبلها عن اقتناع. صح. ولكن لا يرفض المسيحية عن طريق التوريث وعن طريق التقليد. نعم. فأنا بشكر حضرتك وبشكر الأخ يعني وبشكر حضرة الكم الزكريا بطرس في أن أنت فعلا جعلته نوع من أنواع يعني اليقظة الفكرية والروحية للجميع سواء كانوا مسلمين أو لا. وأنا رغم أني مسلم إلا أني أب كل إعجاب وكل ترحاب بحضرتك في البرنامج العظيم. أخ محمد أنا عايز أسأل. نعم تفضل، أنا أخذ سؤالك، تفضل تفضل أخ محمد. يعني أنا كان عندي سؤال ليك، لأنه أنا اللي فهمته أنه حضرتك مسلم ولازلت مسلم إلى هذه اللحظة. أنا مسلم فعلا. طيب أنا أسأل، هل هناك أي تجاوب في قلبك؟ وخليك صريح معايا، هو مش طرف ضد طرف أو طرف مقابل طرف، هل في أي تجاوب داخلك مع رسالة المسيح أو لازلت تصارع نفسك؟ أم أريد أن أعرف، لأنه أنا أحس بمسؤولية تجاه أي مشاهد أنه أسأله هذا السؤال. ده لطف شديد قوي منك يا أستاذ رشيد، وبيدل على رقة قلب حضرتك متناهية. أنا أعشق المسيح أخي رشيد، أنا أعشق المسيح عشقا شديدا، هو موجود في قلبي من زمان وأنا أشوف لي يعني كثير من الرؤى، واعتبرني في يوم من الأيام تلميذ من تلاميذه وحضني، والرؤية دي ما زالت مؤثرة فيا رغم أن أنا مش شفتها من الصغر. أنا قارئ عظيم للكتاب المقدس، ولكن أنت عارف حضرتك إن مسألة القرار دي مسألة أنا ببني بها أبديتي أخي الكريم. نعم نعم، أنا متفق معك. أكون مقتنع بنفسي. هي مش لازم تكون نبعة من مجرد حماس ويطفي بعد شوية. الله ينور على حضرتك. نعم. يعني أنا زي ما بقدر العاطفة اللي ربنا خلقها للإنسان بقدر عقله. لا يعني أنا يعني عندي كثير من المشاكل في العهد القديم، أنا لا عنديش أي مشكلة خالص في العهد. أنا فاهم. أرى فيها سلام وتسامح. أنا فاهم. أنا فاهم. كان نفسي أنا وصلت أخ محمد، يعني الحديث معكم الاثنين شيق جدا ومع كل المتصلين صدقوني أنا لا أريد أن أنهي هذا البرنامج على الإطلاق، على الأقل نص ساعة تاني، لكن وصل موعدنا
وأنا متأسف على قطع المكالمة في هذه النقطة، لكن أريد أن تترك معلوماتك ونتصل بك حتى نكمل النقاش، لأنه واضح أنه في تجاوب مع رسالة الإنجيل، والرب يبارك البدرة في قلبك ويقودك إلى قرار مبني على يقين ومستمر دائما. أخ حمود، أنا أشكرك جدا ومش عارف الكلمات لن توفيك حقك في شجاعتك وفي إقدامك على هذا العمل. سأصلي من أجلك وأطلب أن نبقى على اتصال حتى أتابع أخبارك بتدقيق. كلمة أخيرة منك، أشكرك أخ حمود. حقيقة ممتن جدا لك أخي رشيد، وممتن جدا للأخوة المتصلين اللي غرقوني مشاعرهم الأخوية الصادقة. أشكرك. شرفني يسعدني أني أكون في لقاء آخر معك. أشكرك. وأنا مضطر أوقف البرنامج عند هذه النقطة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اللي حتكون مهمة أيضا في موضوع آخر. إلى اللقاء.